لاعب ثاني يقوم بحركات تسهيلية بالنسبة للمنتخب الأرجنتي. التغيير الأول حصل في الشوط الأول، أورتيغا غدا مكان كاليجيا. باتيستوتا وتوغل وقت مخالفة، مخالفة وانذار، انذار لمن؟ يبدو لي للاعب رقم أربعة، وله انذار وسيأخذ الورقة الحمراء بالطبع. ستة زيتانوف في الدقيقة 21 من الشوط الثاني بحصوله على الانذار الثاني. زيتانوف اذا يتم اقصاؤه من الحكم السيد ناجي جويدي بحصوله على الانذار الثاني. رامون بيلا، رامون بيلو دخل إذن في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني مكان اللاعب رقم 20 رودريغيز. المخالفة اللي فاتت المنتخب الأرجنتيني، كيف سيتمم المنتخب البلغاري هذه المباراة؟